يا خويا في السوق القرعيه بلوك او اف فهمتي خويا، وجاو عندنا قالوا تحيدوا الريدواش. علاش نحيدوا الريدواش؟ حنا متضرين بزاف، خاص كلشي هذاك الشيء كامل يكون في التواسيه كما الاخرين يحيدوا القواس. حنا مع الاصلاح، الله ينصر مالكنا، حنا مع الاصلاح، يحيد كلشي نحيدوا كلشي فهمتي. ولكن باش تضروا واحد مسكين تقول لي نعطوك 60 سنتيم، تاع 60 سنتيم شوف اخويا تقول لي عندنا حنايا هم ضارين بزاف فهمتيني، هم ضروا اخويا رجع 60 سنتيم فين رجع انايا، وعندنا تريات وعندنا الثقل، هادشي راه حرام، هادشي ما يبغي الا الله لا عبده فهمتيني. شنو كطالب دابا؟ شنو طالب اخويا؟ يتحي الاصلاح على كل شيء، يحيدوا القواس هذوك الزناقه ديال الزرابي، صحاب مدادر صحاب دوريجين كلشي، الريدوات يحيدوا كامل ديال برا ويجيو هنا مرحبا، غيلقاونا حنا الاولين يحيدنا. ولكن باش يحيدوا واحد ويحيدوا الخلي والاخرين لا. انا كنقول لكم لانه جاو عندنا الصباح هذا والشرطه الاداريه كتهرس لنا في السلعه ديالنا وكتكرفص لنا على السلعه ديالنا، وحنا عندنا البياس ديال التريات اللي كيتهرس، وهاد جاونا الاصلاح اللي عندنا حنا 60 ديال 60 ملم اللي مستغلينها من بعد المحل، وكاينين الناس برا اللي عندهم القواس اللي مستغلين 3 على 3 عندهم 9 متر مستغلينها، وهما اللي منوضين لينا هاد الفوضى اللي هنا داخل السوق البلوك هنايا. من غير القريعه، من غير هاد البلوك الاو اف راه كاينه القريعه كامله، ولكن ما طبقوش عليها هاد القرار هذا، جاي للموالين ترياس بوحدهم اللي عندهم الهرس، اما الناس ديال الحوايج والناس صحاب النضادر والناس مالين تري مالين الزربيه ما دخلوش عندهم صحاب البال. وهذا البلوك، او اف اللي كاين في سوق القريعه راه كاين هو السونتر في الموقع الوسط، ولان الاصلاح الا بغى حنا مع الاصلاح يحيدوا الريدوات، اي واحد عنده الريدو يرجع للريدو الاصلي، بغيناهم يرجعوا للريدوات الاصليين، ولكن يبداو الاصلاح من برا ما يبداوش الاصلاح من الوسط.